هادو القياس ديالهم نحاول نستربي ان اليوم كاين يتشاف انتم عرضوا انتم عزلوا انتم اختاروا انتم الكلمه لكم اولا واخيرا. السلعه كلها ما شاء الله زوينه ما فيها متعب يلا تبارك الله. هذه كتبقى ب 31000 درهم 3 المليون و 20000 ريال. ها هي 3 المليون و 20000 ريال يا سلام 31000 ديال الدرهم. كاين كذلك الدبرج هما الدبرج هذا كاين هادو كاين هادو شوفوا معايا اليوم كلشي هاد الشيء ميزات ما شاء الله. يعني قلت لكم انا بارطاجيو هانتوما بارطاجيو بارطاجيو هادو بارطاجيو البنات هادو كلشي هاد الشيء ميزات كلشي هاد الشيء ميزات يلا بارطاجيو هاد الدبرج. الدبرج بان اليوم اليوم حلة جديدة اليوم كاينة أناقة وكاينة أشياء رائعة ما شاء الله. واش ما كتجاوبوش الناس لا الدراري حاتم شاد التليفون بيدي وكذلك خالد وكذلك عبد المنعم لا مرحبا ألف مرحبا. شنو خاصك أميرة نفسي اتواصلي مع الدراري صوني دابا أنا أتسمعي التليفون دير صوني باش تسمعك تسمعك أستاذة أميرة نفسي وتسمعكم قربوا 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 التليفون صافي. حنا خدامين هاد اختي كاين هاد القياس ديال عصير الصابون هذا القياس الصغير اللي كتقلب على شي قياس صغير وهو وزن مزيان. كاين هاد عصير الصابون ما شاء الله فيه قياس 5.5.5.7 شوفوا معايا قياس 5.7 الوزن ديالو كالتالي الوزن ديالو 14 ديسي الثمن ديالو كيبقى هذا 10150 درهم 1015 اورو 1015 اورو شوفوا معايا الفن. اذا دائما مع الزينه وخزينه ما شاء الله هو تبارك الله عليكم. اذا اليوم سعيد مسافر غادي نطلع لكم بالهبال ديال الذهب 25 قيد الميزان ديالو ديال 25 نضربوها في الثمن ديالها ها هي 25 غرام 17500 درهم 17500 درهم 5.6 5.6 بالنسبه لهذا حتى هو دبرج. كاين هذا الدبرج هذا اي استفسار فيه 16 غرام ونص كيبقى الثمن ديالو 11500 درهم 11500 ديال الدرهم. الوزن القياس ديالو 6.1 6.4 كيبقى مليون و15 فرانك 11500 ديال الدرهم. كاين كذلك هذا ديال عصير عفوا دبليج ديال السويري الوزن ديالو 13.30 كيبقى الثمن ديالو 9300 درهم 930 اورو 930 الف فرانك زينه وخزينه في 6.4 زينه وخزينه. شوفوا معايا الذهب القديم الذهب الاصيل الذهب داك الدق الاول ها هو فم الخابي اللي كيقول ليه. شوفوا معايا الوزن ديالو على بركه الله فيه 19 غرام و90 كيبقى الثمن ديالو 14300 درهم 1430 اورو خاصة عند مجوهرات المتوكل. تحية للناس ديال الكرة تحية للناس ديال الشمال تحية للناس ديال وجدة والناظور كنساوش كذلك الناس ديال التوريت والقرسيف والناس ديال الحسيمة تبارك الله والناس ديال بنينصر يا مرحبا والناس ديال بنينصر تبارك الله عليكم. شوفوا 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 الفن ديالنا وتحية كذلك لجميع المغاربة منساوش الناس ديال مكناس تحية ليهم خاصة اللهم بارك. كاين هادو 10400 درهم 1400 ديال الاورو. شوفوا هاد الدبريج كيفاش داير تبارك الله عليكم الدبريج واعر ديالو القياس ديالو 6.6 الميزان ديالو 24 غرام و80 كيبقى الثمن ديال هذا حتى هو 17400 1740 ديال الاورو 1740 ديال الاورو زينه وخزينه لاله مولاتي هانتوما زينه وخزينه. اليوم الذهب راه طالع لا وغدا ما نعرفو مازال غادي يزيد يطلع خليها على الله وصافي كنديرو الثمن دابا غدا كيجيو الناس يتقداو كيقولو راه كاين خوك الثمن خوك كانو حلو صافي. هاد اليوم طرا مجوهرات المتوكلة مغامرة معاكم وصافي الله يبارك وصافي 6.6 17 غرام. كاين كذلك هذا 12 غرام و40 12 و40 ها هو الثمن ديالو 8700 870 اورو 870 الف فرنك. شوفوا معايا هذا ها هو القياس ديالو حتى هو قياس جميل قياس في 6.8 6.8 عند الدق السويري 6.8 الوزن ديالو 13.40 الثمن ديالو 9400 درهم 940 اورو 940 الف فرنك 940 الف فرنك.
كتبقى 188 ألف ريال هاد الدبليج، 188 ألف ريال. سبعة فاصلة سبعة هاد الموديل هذا، الثمن ديالو كيبقى 5200، 520 أورو. هو على بركة الله. كاين هاد عصير الصابون ما شاء الله اللي فيه 54 غرام و20، كيبقى الثمن ديالو قديم هذا 3800 ديال الأورو، 38000 درهم، 3 د المليون و800 ألف فرنك، 3 د المليون و800 ألف فرنك. هكا لالا تفضلي بالصحة والعافية. القياس ديالو هو كالتالي، هو 6.7، 6.7. غادي نسرب شوية ولكن حاولوا تواصلوا مع الدراري. أم أنس حلقة صفراء ولا حلقة صغار؟ ما عرفتش أختي أش بتقصدك في هذا. 38000 درهم بالنسبة للحلقات، وبالنسبة لكيم يتشاف، ولكن الوقت كيزحمنا، الوقت يداهمنا، الوقت لا يرحم كما يقال. بالنسبة للبراسليات كاين كذلك البراسلي هذا، كاين هذا البراسلي هذا ديال الفيس، شوفوا معايا، كاين هذا ديال الاكس. البنات كيبغوا البراسليات في الميزات، ها هما فيه 7 غرام وديسي، كيبقى الثمن ديالو 4900 درهم، 490 اورو، 490 اورو. شوفوا ما شاء الله. كاين كذلك هذا فيه 32 غرام، فيه عفوا 36 غرام و70، الثمن ديالو هذا كيبقى ب 28000 درهم، 28000 درهم. كاين هذا تا هو عريض، فيه 14 غرام، زوين هذا 14 غرام، 14 غرام هذا القياس، 14 غرام القياس ديالو، 5.8، 14 غرام. شوفوا الفن، شوفوا الجماليه، زينه وخزينه. ها هو 14 غرام، اللهم بارك. كيبقى الثمن ديالو 9800 درهم، 980 اورو، 980 الف فرنك. اللهم بارك، فتحات الخير، اللهم بارك. يا مرحبا، الثمن ديال الدبليو مارك كاين واحد الارتفاع، كاين واحد الزياده عن العموم، كيبدا من 680، 690، 700، 720 بالنسبه للقديم. مرحبا، الف مرحبا. كاين هاد الشرط لهادي، هاد الشرط لهادي في الذهب القديم، اشترت له ميزه زينه وخزينه، قياس 9 الوزن ديالها، هو القياس ديالها، القياس ديالها هو 7، الميزان ديالها هو هذا الميزان ما شاء الله، فيها 69 غرام فاصله 70، كتبقى الثمن ديالها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كتبقى 49500، 49500 ديال الدرهم، 4950 اورو. يا سلام على الجمال، هكا لالا مولاتي، باقي جديده تبارك الله، باقي انيقه كما تصنعات دات السيده وجابتها، وهي زينه وغزينه ما شاء الله تبارك الله عليك. كاين شي راه خويا اليد، ممكن تعاودي اللايف اختي، اولا لالا مولاتي تعاودي اللايف، دوزناهم. اذا هذا 49000 درهم و500 القياس ديالها، هو كالتالي اللي دوزتو. نتمنى تعاودوا، اللي بغات شي حاجه تواصل معنا وتعاود داكشي اللي بغات مع اللايف او مع كذلك الدراري تصورهم. كاين هاد الشرط هذه قديمه، شوفوا معايا، شوفوا معايا لالا مولاتي، شوف 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 شوف. وهنا هنا نتوقف، وهنا نسكت قليلا، وهنا نذكر الله، وهنا نصلي على رسول الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك تبارك الرحمن. شوفوا معايا، شوفوا معايا، شوفوا معايا الزميله ما شاء الله، انيقه ما شاء الله. شوف شوف شوف، شرت لها ما شاء الله، غايه 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 في الجوده، غايه غايه في الاقدميه، غايه غايه في الروعه ما شاء الله. هذه صراحه هي تعبر على نفسها، هذه هي كدوي، هي كتكلم، هي كدوي، ولكن الحقيقه هي كدوي ماشي انا. هذه ما شاء الله شرت لها زوينه، الميزان ديالها والقياس ديالها. بالنسبه للقياس ديالها هو عندك سيدي هنايا 6.67، 6.7، 6.7. شوفوا معايا قديه فين كنلقاو هاد الموديلات، 6.7 الوزن ديالها، الوزن ديالها هو هذا، الوزن ديالها هو هذا ما شاء الله، الوزن ديالها ما شاء الله هو هذا، الوزن ديالها ما شاء الله، الوزن ديالها 102.2، كتبقى الثمن ديالها ها هي 71600 درهم، 71600 ديال الدرهم، 71600 ديال الدرهم، 7 المليون و160 الف فرانك، 7 المليون و130 الف ريال. ها هي هذه عندك اختي، ها بشويه اختي، ما تزربيش ما تزربيش، هي جايه عندك، ها هي هي راه زينه ما شاء الله تبارك الرحمن. راه لي سي كذلك هذا البراسلي هذا، شوف معايا
اشتريت ثلاث ارض اشتريت لاخرى حاتم يسمع كاين هاد الخمسه سامبل حسبيين القياس ديالهم قياس راقي قياس راقي قياس فن فيهم اسيدي هادو فيهم ما شاء الله الخمسه هادو فيهم ما شاء الله فيهم 6.6 سامبل 6.6 سامبل هادو كيبقى الثمن ديالهم 28500 درهم 2850 ديال اورو هانتي رندم ولاتي 2850 ديال اورو هانتي زينو خزينة 5 د الخيوط 5 د الشانتيوات 5 الجمالية شوفوا معايا الجمال ديال اللون الجمال ديال الأصالة والجمال ديال الذهب والجمال ديال الزينة وخزينة هانتي زينة وخزينة عند مجوهرات المتوكل مجوهرات المتوكل كتدقكم في بيبانكم وفي ديركم إن شاء الله هانتوما هذا القياس هذا ها هو البراسلي هذا القياس ديالو هو 7 الوزن ديالو هو 28 غرام و 30 كيبقى الثمن ديالو 1980 أورو ما شاء الله جوج د مليون قل 200 درهم ها هو جوج د مليون قل 200 درهم ولكن شوفي الجوده لاله وشوفي الاتقان وشوفي الروعه وشوفي رزقك فين غتحطيه زينه وخزينه ما شاء الله زينه وخزينه عند سعيد متوكل عند سعيد مسافر مجوهره المتوكل ها شفت الاخرى القياس ديالها هو كالتالي شوف هاد القياس شوف هاد المثل شوفوا معايا شوفوا معايا هاد الشرط العجيبة شوفوا معايا هاد الشرط الخطيرة شوفوا معايا ما شاء الله شوفوا معايا ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا من المهلك حنا وانتوما ان شاء الله وكل اللي قال امين هانتوما شوفوا معايا هادي ها هي ما شاء الله تبارك الله الوزن ديالها 100.. شوفوا الوزن ديالها 99 فاصلة ديسي كتبقى الثمن ديالها ما شاء الله 69400 درهم 6940 ديال الأورو 6940 ديال الأورو 6940 ديال الأورو تبارك الرحمن زيد ما شاء الله راه ليا شوف كاين تما عرضكم ديماس كاين هاد الدباج تا هما زوينين الوزن ديالهم هو هذا الله أكبر الوزن ديال كيشم ديماس واعر اليوم هادوك الراد قوات ندوزوهم 25.90 غرام وهادوك المضام الثمن ديالهم كاين هاد الدباج هادو كيبقاو 18600 درهم 1860 ديال الأورو تواصلوا معنا يلا مرحبا ألف مرحبا 1860 ديال الأورو كاين هذا واحد التشامر ديالو أساسهم حيد أساسهم لا كاين هاد السلاسل هادو نبداو بهاد السلاسل هادو نبداو براكم بعدا كاين هاد الرويال بالنسبة للرويال كاين هاد الأنسومبل هاد الطقم الجميل لي الوزن ديالو 49.88 ها هي 49.88 كتبقى الثمن ديال هاد الرويال كامل كيبقى ب 36800 درهم شوفوا ما شاء الله شوفوا الجمال شوفوا الحلقات كيفاش محطوطين الخاتم كيفاش داير الكورميت شوفوا الجهات ديالها شوفوا الكورميت شوفوا الفن اللهم بارك وزيد في ذلك هذه الثمن ديالها 36800 درهم الوزن ديالها 49.88 غرام تقريبا 50 غرام وكاين قل وكاين كثر بالنسبه لهذه هما كاينين الراد كوات كاين هذا الراد كوات هما الراد كوات اللي باش يراكم هذا النوع ها هو كاين هذا الراد كو ها هو كاين هذا الراد كو هذا الوزن ديالو ها هو كاين هذا اللي هو غادي ماشي هذا ماشي ديكرادي هذا الراد كو غادي يدير غادي نفس النهج نفس كيقلبوا العيالات كاين كيقلب على هذا الموديل ها هو عندي خصوصا الا كانت الميزان هذا بغيتي فيه 26.80 غرام الثمن ديال هذا الراد كو كيبقى 19300 درهم 19300 درهم هي 1930 اورو ها هي المجوهرات المتوكل اللي كتقلب على الكورميت بهذا الشكل هذا ديال ماشي ديال ديكرادي في جهه بحال كلشي بحال قدام بحال اللور كلشي بحال قاد ها هي عندي 19300 1930 اورو الميزان ديالها ميزان اللي كنقول لكم فيها
الميزان ديالها فيها 26 غرام فاصله 8 على بركه الله. وكاينه كذلك وحده اخرى اللي هي الميزان ديالها ديغرادي، هذه ديغرادي فيها 30 غرام، ودي سي الثمن ديالها كتبقى الله مبارك كتبقى 21700 درهم، 2 مليون و34000 ريال ديغرادي. هذه من هنا رقيقه ومن هنا غليظه، 21700 ديال الدرهم. شوفوا معايا مجوهرات المتوكل اش موجوده لكم. كذلك كاينه هذه الاخرى ديال اس، ها هي جات عندكم اس تاع هي تبارك الله. شوفوا معايا راها ما كتلوى ما والو، راه هي قديمه هذه مستعمله. الميزان ديالها هو هذا، الميزان ديالها ما شاء الله 44 غرام فاصلة 40، الثمن ديالها كيبقى 31500 درهم، 3150 اورو. يا سلام يا سلام يا سلام سليم، شوفوا 31600 ديال الدرهم، 3160 اورو تبارك الله. شوفوا معايا شوفوا معايا، تحيه للناس ديال بني ملال وخنيفره، تحيه للناس ديال دمنات، تحيه للناس ديال ازلال، تحيه للناس ديال ازرو، وكذلك الناس ديال تمحضيت وافران تبارك الله، الناس ديال الحجب ما شاء الله، هذو كلهم كيعجبهم هذا الموديل. هذا ها هو عند مجوهرات المتوكل كيبقى ب 3160 فرانك او 60 اورو عفوا، او 3 مليون و32 مليون. كاين هذه الاخرى ديال الويت فيها 13 غرام و30، كتبقى الثمن ديالها ها هي كتبقى 8800 درهم، 880 اورو. ها هي 880 الف. تواصلوا معنا عبر الهاتف ديالنا اللي هو 0775 0466 32، وتلقاو حاتم كيتسناكم، وغتلقاو كيجاوبكم كذلك اللاعب الكبير اللاعب الدولي حاتم، كذلك اللاعب جنود الخفاء خالد، وكذلك عبد المنعم. معكم لاعبين معكم هذا الماتش ان شاء الله، الله يتم وتبقى على خير. يلا صلوا معنا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. فكر وياه بشحال لك راه متواصلي مع حاتم 0775 0466 32، حاتم كيرد عليكم، واللي بغى شي حاجه كيتواصل معاه. بالنسبه اللي بغات شي حاجه ديال سميت هذه تاهي هذو تاهي نسيتوها، هذه راه جاو فيها الموديلات، جاو فيها الشكيلات، وكاينه واحده فيها كبيره يعني اللهم بارك، كاينه هذه وكاينه هذه، حيت اللي بغات هذه بهذا الشكل وكاينه هذه بهذا الشكل، اللهم بارك. شوفوا معايا ارى لي هذه، شوفوا معايا هذو كلهم اليوم كاينه هذه حتى هما، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام سلم، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. يا سلام حلدي عبد المنعم، حلدي عبد المنعم هادي هكا، شوفوا معايا عاونوني هكا، حلدي ولدي حلدي، هادي مسكية كاينة في هاد اللي بغاتها في المسكية ها. ها هما، تحية للناس كيقلبوا على الحاجة القديمة، الحاجة الأصيلية، الحاجة ديال بلادنا، الحاجة اللي كيمتازو بها البلاد ديالنا، الحباب ديالنا. ها هو مجوهرات المتوكل، ها هي أرى المصحف، ها هو المصحف، ها هو هاد الشكل هذا، ها هو مصحف صغير، ها هو مصحف متوسط، ها هو مصحف كبير، ها هو مصحف بحلة جديدة ما شاء الله. إذا هاد المسكية كاينه هادي بهذا الشكل هذا، ها هي الوزن ديالها والثمن ديالها. إذا زينة وخزينة دائما، اللي كيبغيو الآثار المغربية التقاليد المغربية، هاد المسكية هادي الميزان ديالها هو هذا، ما شاء الله، الميزان ديالها هو هذا ما شاء الله، المسكية كبيرة هكا. هاك وزنها ديال خالد تسوي هذاك الميزان الآخر، هاكا وزنها هادي إيه. المسكية كبيرة باش تعبر لي في هاد الميزان الصغير، ونشوفو هاد المسكية الصغيرة هادي بهاد الكرافاج هادي، مبيهاش هادي مكبيرة، مكبيراش بحال لخرى، تا هي كبيرة تا هي باش توصل ليا هادي. كاين هاد المصحف تاع هو، هاد المصحف ما شاء الله، هاد المصحف هذا اللي بعت هاد المصحف هو بما جا المسكية، هاد المصحف هذا بهاد الكرافاج، هاد المصحف هذا بهاد الكرافاج هذا، الميزان ديالو هو هذا، الميزان ديالو فيهم هاي هاي في 43 غرام و90، كيبقى الثمن ديالو 3 مليون و70 الف فرانك، 3070 اورو. هذا طويل كيجي بحال هكا، 3070 ديال اورو، زينه وخزينه ديال مولاتي، زينه وخزينه. هذا ها هو
كاين هاد البقره هاد المسكيه ها هي فيها 41 غرام و20 بالسلسله ديالها بكلشي لها 41 غرام فاصله 20 السلسله الشوكي ديالها ممكن تبدلوا السلسله ممكن تاخذيها بوحده الليموناتي الف مرحبا 41 غرام فاصله 20 الثمن ديالها كتبقى هادي كتبقى 16000 درهم 1600 ديال اورو هانتي هانتي الليموناتي شوفي معايا 16000 درهم 16000 درهم عند مجوهرات المتوكل عند سعيد مسافر الف مرحبا 16000 درهم مليون و600 الف فرانك راهي اخرى مسكي اخرى مسكي كيسي اخرى اذا اللي كيبغي يتواصل معنا كنقول مجوهرات المتوكل حنا كنتواجدو في قصيره المجوهر الشرعي في دار رقم 86 الهاتف ديالنا 0775 04 66 2 كتكتبو كيف اسفل الشاشه وكذلك الهاتف ديالنا 06 78 06 78 91 34 27 كاين هذه فيها 11 غرام و30 وحده فقط 11 غرام و30 ها هي الثمن ديالها كيبقى هذه 8000 درهم 800 الف فرانك زوينه هذه 80 اورو زوينه هذه صحيحه السلسله المصحف زوين كيتحل زوين شوفوا معايا المصحف واش كيتحل ها هو ها هو واعر 8000 ديال الدرهم 80 اورو وحده فقط اللي كاينه في هذا الوزن هذا في هذه الامكانيه هذه كذلك كاين هاد المسكيه هادي فيها 36 غرام و90 ها هي 36 غرام فاصله 90 36 غرام فاصله 90 هادي شوفوا معايا 36 غرام و90 36 غرام و90 كتبقى الثمن ديالها ها هي 27200 2720 اورو يا سلام يا سلام يا سلام سلم اللهم بارك اللهم بارك فيكم الناس ديال تيك توك فيكم نعستو الناس ديال انستغرام يلا باليو بارطاجيو بارطاجيو اكبر عدد ممكن يتابعنا ويونسنا واياكم ها تبارك الله عليكم اللهم بارك سلام عليكم ورحمه الله انا دفعت في كورميت من اللي كان ذهب 680 درهم ما شاء الله وباقي ما جاب عليا حتى كوموند حتى كوموند واش يقدر يزيد عليا لا اختي ما يزيدش عليك اختي باذن الله تعالى خصوصا الا كملتي لي الفلوس ديالو ما عندوش ما يزيدش عليك لان انت مخلصه قبل المشكل فين كيكون هو انك الا دفعتي مثلا واحد العرب القليل اللي كيعطيها شي 1000 درهم فواحد المبلغ اللي كيكون كبير هذا في الحقيقه كياثر على 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 البائع اما الا كنت دفعتي خلصتي ليا وقلتي لي وجدها ليا هذا ما خصوش يزيد عليك ابدا الا زاد شي حاجه فانما كيتسمى زاد عليك كلا يعني كلك رزقك وانما اكل الربا وهذا لا يجوز ما خصوش يكون لكن اذا انه دفعتي لي غير شي 1000 درهم ولا هضرتي معاه وقلتي ليه وجد ليا فبالتالي خصك السوق هو اللي كيحدد الهدف او اللي كيحدد الثمن او اللي كيحدد الموقف الحال هذاك الشيء باين اختي الحمد لله حيت بعض الناس كيسحاو بانه الا دفعتي 500 درهم مثلا في 10 المليون صافي راه خصك توجدها ليا صافي وخا يزاد السوق لا هنا كيتسمى كاين واحد الضرر لواحد الجانب هذا الشيء اللي كاين اختي حاجه كشي باين لله الحمد غير بنادم كيبغي يقول لك كيبغي بعض الناس انهم كيبغيو يلوموا الطرف الاخر وهذا ما خصوش يكون المهم ما كيبغيش يأدي نفسه ما يبغيش الضرر حتى شي واحد لا لراسو لا لغيره يعني حنا غير وسيله في هذه الحياه كان يعني كل واحد كيخدم خدمه شغله وكياخذ واحد القدر ديال الهدف ديال الخدمه ديالو فقط اما لا اختي لا اذا كنتي خلصتيه واخا خلصتيه ب 600 درهم غيخدموا لك ب 600 درهم حتى غير تكلمتي معاه في يما ديال 600 درهم ودابا جيت تقولي لي لا راه ما يمكنش على كل حال نرجعوا لهذا اللي كتبقى قلنا ب 36 غرام و90 الثمن ديالها راه دوزناه على بركه الله ار السعر اخر عرفت دوز هادي سير كاين هاد البرميطة هادي كذلك كاين حلقة زوينين هاهما حلقة ديال الحضور حلقة ديال العشق كاين هاد الحلقة زوينين كاين هادو تا هما فنين ما شاء الله شوفوا معايا حلقة ديال العشق تبارك الله عليكم زوين ما شاء الله هادو الروعة ما شاء الله الوزن ديالهم هو هذا الميزان ديالهم 17 غرام و20 الثمن ديالهم كيبقاو هادو كيبقاو الثمن ديالهم 17 غرام و20 اللهم بارك هادو كيبقاو 12300 درهم 12300 12300 درهم 1200 اورو 1240 اورو عفوا 12300 درهم 1230 اورو كاين هاد الاخرين حتى هما الميزان ديالهم 12 غرام ها هما 12 غرام الثمن ديالهم
8600 درهم، 860 اورو، 860 اورو زوينين هادو، ها هما 860 اورو. وما شاء الله شوفوا معايا هادو كيبانو كبار على هادو اللي تقال. شوفوا هادو رخاص، الكبار هما اللي رخاص، هادو هما اللي تقال. هادو فيهم في الميزان ديالهم هادو في الميزان ديالهم فيهم 12 غرام، وهادو فيهم 17 غرام و20. هادو هما اللي غلا حيت قال، ولكن هادو هما اللي باينين 8600 ديال الدرهم، 860 اورو. على بركة الله، على بالي شنو باقي، باقي ميتشاف. نشوفو هاد بالنسبة اللي كتقلب على شي براسلي ديال لويزا قياس كبير كاين، واللي بغى الخاتم ديالو ها هو، واللي بغى التعليقة ديالو ها هو. إذا هادو ديال لويزا قياس كبير، قياس شحال خايد هذا؟ أييه شي ستة وزيادة، ستة ونص وزيادة. أييه قياس ديالو، الله يرضي عليك، أييه هذا قياس ديالو 6.8، 6.8. التعليقة ديالو ها هي، كذلك الخاتم ديالو ها هو. التوتال المجموع ديالو فيهم 26 غرام و 30، 26 غرام و 30. الميزان هو هذاك، الثمن ديالهم كيلقاو هادو 19400 درهم، 1940 اورو. شوفوا الخاتم، شوفوا الدبليج كيفاش داير، البراسلي كيفاش عامل، شوفوا الاناقه ديالو، شوفوا الخدمه ديالو، شوفوا يعني حقيقه. حتى التحيه للصانع المغربي اللي خدم هذا على العشق، هذا تخدم على العشق، هذا تخدم على الذوق. شوفوا ما شاء الله الخاتم ديالو كيفاش داير، الخاتم. شوفوا كذلك التعليقه كيف هي جميله، كيف هي رائعه، كيف هي يعني. تحيه لهذه المراه اللي غتكون هذا من النصيب ديالها، هذه شي مراه طيبه ما شاء الله، لانه اختيار موفق واختيار جميل، وصراحه اصاله مغربيه بامتياز. كيف كيقولوا لا نسكت قليلا، نتوقف قليلا، نتامل قليلا او كثيرا. حقيقه صراحه التقاليد المغربيه كتبقى في العروق والوجدان ديال القلوب ديال المغاربه الاصيليين تبارك الله. ها هو، اللهم بارك. تحيه للاستاذ حاتم من هذا المنبر، كنقولوا مرحبا بك، تحيه ليك استاذ. داك منك عيتي عيتي صايب نيان، يا تحيه. راه كاين خالد، كاين عبد المريم، كاين هذا فيه 27 غرام. خذ شي قهوه، خذ شي قهوه الدراري. 27 غرام اوديسي، ها هو 27 غرام فاصله اوديسي. شوفوا معايا العجاب ديال هذا البراسي، هذا المصحف اللي كيمتاز بهذه السلسله القديمه، حتى هي اللي كلشي كيتمناها، اللي كيبغيوها. هذه السلسله كتسمى الزريعه، ها هي السلسله الزريعه عند مجوهرات المتوكل باصالتها وباناقتها وبروعتها وبجمالها. شوفوا 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 على الجمال، شوفوا على هذا المصحف كيفاش هو جميل، وشوفوا هذه السلسله تبارك الله. اللهم بارك، تحيه للمراه الانيقه اللي غتمتاز بهذا اللباس، لهذا الجمال الاصيل المغربي. شوفوا المصحف الى حلينا كيفاش كيبان، شوف تبارك الله، شوف شوفوا شوفوا هذا راه مباشره تيجي سلاله. وانت خويا كتشوف، كتبرع عليا مع راسك، كتشوف الاصاله المغربيه بين يديك. هادشي ما كناش كنشوفوه، هادشي ما كناش كنعيشوه، هادشي ما كناش كنحلموا به ابدا. واش كان فين شي واحد كيحلم وكيظن انه يكون جالس في الدار وواحد من المحل ديالو، الناس كاع سدوا هو بوحدو اللي كيعرض لكم السلعه، ديو معاه هانتوما شوفوا تبارك الله، هانتوما شوفوا هذا 27 غرام اوديسي، هانتوما تبارك الله. اذا تبارك الله عليكم، اذا هذا جميل جدا، 27 غرام اوديسي. يبقى الثمن ديالو اللهم صل على الحبيب، هذا كيبقى بجوج لمليون و300 درهم، 20300 درهم، 20300 ديال الدرهم. يا سلام، اللهم بارك. انصومبل ديال الليبرا تبارك الله عليك. فاطمه الحان، مرحبا فاطمه الحان. اذا هذا كيبقى 20300 درهم، جوج لمليون و60 الف ريال. اللي بغات هاد السلسله ديال الذهب البيض، ها هي فينا السلسله ديال الذهب البيض، هذه الرافينيتي، هي عند مجوهرات المتوكل. شوف معايا، هنا الرافينيتي مجوهرات المتوكل، هميزه الذهب البيض اصيل. شوفوا هاد شيقول لي بيزمك، ها هي عند مجوهرات المتوكل. شوفوا معايا الوزن ديالها هو هذا،
الوزن ديالها 13 غرام و70، 13 غرام و70 كتبقى الثمن ديالها 9800 درهم، 980 اورو، 980 الف فرانك. يا سلام يا سلام، تبارك الله عليكم لالا، تبارك الله على المحبين والمتابعين للسلع المعروضة والمتميزة دائما مجوهرات المتوكل. هانتوما الناس اللي تقدوا عندنا خارج الوطن وداخل الوطن، الناس اللي هما متابعينا دائما. ديري هذه هنا، هذه اسكرت هذه هنا هكا، بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمضمات راه كاين شي مضمات واعرين، هادو في الهميزات، هانتوما تشوفوا معايا هادو في الهميزات، هادو في الهميزات، هالهميزات الحلقات. اذا هاد الحلقات تحية للمحبين ديال المجوهرات التوكيل، 6 غرام و30، شوفوا معايا 6.3، 6.3 الثمن ديالها، ها هي كتبقى 4500 درهم، 4500 درهم. يعني انت كتاخذي حلقات كتستافدي منهم، في نفس الوقت كتبيعهم كتربحي فيهم 4500 درهم، 450 اورو زينه وخزينه بمعنى الكلمه. 6 غرام 4600 درهم، تبارك الله عليكم. ها هما ما شاء الله تبارك الرحمن، ها هي الحلقات، ها هي كتسنى كلام مولاتي في غايه الجوده والروعه والاناقه تبارك الله. وكذلك الشياكه، شي شجاعه فنه ما شاء الله. كاين هذا البراسلي ديال الكلو 7.7، 7.7 تبارك الله، الثمن ديالو 5500 درهم، 550 اورو، 550 اورو. كاين هذا ديال الفيستا، هو قياس ديالو 5.5، 11.3، الثمن ديالو كيبقى 8200 درهم، 820 اورو. شوفوا معايا البراسلي الجميل، شوفوا هذا الخاتم هو كيفاش اللي كيبغيو البنات، كيبغيو العيالات الاخوات هادو يتواصلوا معنا حتى للسخيره. هذا الخاتم هذا فيه 5.8، الثمن ديالو كيبقى 4200 درهم. شوفوا معايا كيف مزيان، 420 اورو، 420 الف فرانك. هذا ماشي حيد. كاين كذلك هذا الخاتم هذا، هذا الهميزه دائما في 10 غرام ونص، كيبقى الثمن ديالو 7400 درهم، 740 اورو، 740 الف فرانك، 740 الف فرانك، ها هي 148 الف ريال. ارا لي دوك هذا داك هو الحياه هنا بالنسبه للعيادات اللي كيبغيو، بالنسبه للعياد اللي كيبغيو شي حاجه ديال ديكليبرا، ها كاين ديكليبرا، ها هو كاين ديكليبرا، كاين الكلاش، الهميزات بطبيعه الحال، وكاين كذلك هادو، تواصلوا معنا، ها هما كلشي هادشي في الهميزات. ها هو الدك ديال الفيس، ها هو الكلاش، ها هو المشاربي، ها هو ديال العظم، ها هو ديكليبرا، ها هو كلشي هادشي في الهميزات، تواصلوا معنا. نبداو بديكليبرا، ديك عفوا 14 غرام وديسي، كيبقى الثمن ديالو هذا 10300 درهم باختصار، 10300. كاين هذا الشكل، هذا الوزن ديالو هو 8.7، كيبقى الثمن ديالو 6300 درهم، 630 اورو. كاين هذا ديال البيس، هانتوما شوفوا معايا القياس ديالو زوين، القياس ديالو عفوا 5.7، فيه 9 غرام و20، كيبقى الثمن ديالو ها هو 6600 درهم، 660 اورو. الوزن ديالو 9 غرام و20. كاين هذا ديال الكلاش الهميزه دائما، الوزن ديالو هو 9 غرام و40، الثمن ديالو هو 6800 درهم، 620، 680 اورو. هاد المشاربي شوفوا معايا الوزن ديالو هو 8.7، الثمن ديالو 6200 درهم، 620 اورو. كاين هاد الجوج ديال الدق العظم، ها هو الهميزات، الهميزات اليوم نايطة عند مجوهرات المتوكل عليكم. إلا كنتم تواصلوا معنا هادو كيبقى 9700 درهم، 970 اورو. يلا أم صهيب، يا مرحبا أم صهيب، أشهد الإطلالة، أشهد الإطلالة النادرة والجميلة، مرحبا بك أختي. لا داعي للحسرة ولا داعي للتأسف، إن شاء الله حنا معاك بإذن الله عز وجل، غنوريك كل اللي بغيتي أو أي تساؤل بإذن الله. حنا معاك في 20 غرام و30 في الهميزات، 20 غرام و30 الثمن ديالهم ما شاء الله، 20 غرام و30، 20.3 الثمن ديالهم، اللهم بارك، 14400 درهم، 1440 اورو، 1440 اورو. حاول تردو. بالنسبة لبول حي، واحد الكرافاج بول حي، ها هو، تفضلوا بلاصتو. كاين هاد الكرافاج ديال بول حي، ها هو، ها هو، شحال هذا خالد فيه؟
80 غرام فاصله الثمن ديالو كيبقى هذا 61000 درهم 6 مليون و 20000 ريال. شوفوا معايا شوفوا معايا الجمال ديال الكرافاج، شوفوا معايا الجوده ديالو، شوفوا معايا الروعه ديالو، شوفوا معايا الكرافاج كيفاش مخدوم محطوطه ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك في المغرب، اللهم بارك في آل المغرب، اللهم احفظ آل المغرب يا رب العالمين من شماله الى غربه بجنوده وبرجاله وبكل مسؤوليه. نطلب الله تبارك وتعالى يحفظ بلادنا واياكم. شوفوا معايا الجماليه ديال هذا الخيط هذا، شوفوا معايا 61000 درهم فقط، 6 مليون و 20000 ريال، ولكن الجمال والرقعه والرشاقه ما شاء الله في الحقيقه. تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. يا سلام سلم، يا سلام سلم يا ربي، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اذا هذا 61000 ديال الدرهم. اليوم راه طولت عليكم بالله، لان اليوم كاين متشاف، لان كنتعطلوا شويه، ولكن ما شاء الله بالنسبه لهذا كاين عندي هذا حتى هو في الهميزات ما شاء الله. شوفوا معايا شوفوا معايا الهميزات اليوم ومجوهرات المتوكل، شنو جايبها لكم، جايبها لكم الشيء المدهش دائما. ها انتما، ها انت يا لاله مولاتي، شوف 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 الحركات السكنات ما شاء الله. تعرفوا ايه حركات السكنات و ها شوف تبارك الله، شوف 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 هذا، شوف 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 الجماليه ديالو. كاين داك الاصهار كيقول بحال كاين كاين. شوفوا معايا هذا 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 واعر، الوزن ديالو فيه الوزن ديالو فيه فيه ما شاء الله 49 غرام فاصلة 88. تأكد لي ولدي واش فيه 49 غرام فاصلة 88. 49 غرام فاصلة 88 كنظن اختار ياك فيه 68 غرام فاصلة فاصلة 55 60 غرام ها هي الفاصلة ها 68 غرام فاصلة 55. اللهم بارك. شوف معايا 60 غرام فاصلة 60 68 غرام فاصلة 55 ها هو ما شاء الله. شوفوا معايا 68 غرام 68 غرام 68 غرام 68 غرام فاصلة 55. شوف واش هاد العجاب، شوف واش هاد الروعة، شوف واش هاد الأناقة، شوف هاد الشياكة، شوف واش هاد الخطار، هاد الجمال. شوف تبارك الله، هاد الناس اش قادين. شوف انت يا لاله مولاتي، انت كتقلبي على الذهب، انت كتقلبي على الزينه وخزينه، اجي على مجوهرات المتوكل. مجوهرات المتوكل موجود لكم فين ها فين تديروا زينه وخزينه ما شاء الله تبارك الله عليكم. اذا هذا الثمن ديال هذا ما شاء الله، هانتوما شوفوا معايا هذا كيبقى ب 52000 درهم، 5 مليون و 200000 فرنك. شوفوا 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 في ما قلبتيه كيجي في اللبسه زوينه. 52000 درهم ها هو ديال خاصة الخاصة، هذا 5 مليون و 40000 ريال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا معايا من الى ها انتم، شوفوا جميع الشروحات، جميع التفاسير، جميع المحاضرات، جميع المناظرات، جميع الملاحظات، جميع التساؤلات، جميع ما يخطر بالبال، ها هو كندوزو لكم عينيكم وحده 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 وحده. شوف شوف شوفوا معايا شوفوا 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 52000 درهم فقط عند مجوهرات المتوكل، والباقي 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 اللي جاي غادي تشوفوا غادي تزيد تشوفوا مثلا ما شاء الله الجمال. ها انتم شوفوا معايا شوفوا معايا بالنسبه لاخت امريكا ياك، تحيه لنازل امريكا وتحيه لنازل كندا، تحيه للاخت او الاخوات اللي كيتابعونا عبر ربوع المملكه، عبر ربوع العالم الصغير الذي اصبح الان. كاين كذلك هذا الانصوبل هذا في 28 غرام و 12 رافينيتي اليوم عند مجوهرات المتوكل بثمن جد مناسب، بثمن منخفض، بثمن ممكن، بثمن ديال الزينه وخزينه. هذا فيه 28 غرام فاصلة 12، 28 غرام فاصلة 12 هو الثمن ديالو، كيبقى ها انتم شوفوا معايا 21000 درهم، 2 مليون و 20000 ريال. شوفوا معايا الهبال، شوفوا معايا الزينه، شوفوا معايا انتي انتي مجوهرات المتوكل كيحاول انه يقلب لكم على حاجه اللي يستافدوا منها كاملين.
نستفدوا منا حنا ونستفدوا منها نتوما ونستفدوا منا حنا كاملين ان شاء الله تعالى كاع المجموعه اللي كتبنا كنقول لها اللهم بارك بارك الله لكم وعليكم وجمعنا الله واياكم بألف خير ومساكم الله بالخير وفتح الله علينا وعليكم كل ابواب الخير يا رب العالمين. صلى الله عز وجل ان يرعاكم وان يحفظكم وان يسدد خطاكم. نتمنى ما نكونش ثقيل عليكم في هذا اللايف اللي كندير معكم كنطول عليكم بطبيعه الحال لكن هذا كله في الاصلاح ديال الجميع ان شاء الله يا ربي. هادو غا ميزه اللهم بارك اللهم بارك اذا هادو كيبقى 21000 درهم اش غادي دير ان شاء الله. كاين كذلك هذا 16 غرام ونص شوفوا معايا 16 غرام عفوا و 60 16 غرام و 60 الثمن ديالو كيبقى هانتوما 11600 درهم 11600 درهم 1160 اورو. شوفوا معايا الطاقم كامل طاقم كامل ممتاز اللهم بارك. ها هو سيرلي هكذا كاين كذلك هذا العجب ها هو خصصته هذه ممتازه ما شاء الله اهو. شوف شي تعليقات هذا ولدي كاين هذا الغرميط هذا الراتكو هذا اللي في الكولي هذا فيه 32 غرام الطول ديالو فيه 46 32 غرام ها هو 32 غرام ما شاء الله كيبقى الثمن ديالو ها هو كيبقى الثمن ديالو 23500 جوج المليون 350 اورو 23600 23600 درهم. شوفوا معايا الجمال ديال هاد الكوميطه ديال الكولي ديال هاد الفن يا سلام يا سلام اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك اللهم بارك وزيد في ذلك ما شاء الله. تحيه 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 للعائله ديالنا تحيه للعائله الشريفه تحيه للعائله المباركه تحيه للناصريين تحيه للزاويه الشريفه تبارك الله عليكم. اذا هذا تبارك الله كيبقى 23600 درهم ممتاز غايه 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 في الفن. شوف تبارك الله ما عندنا ما نقولوا ما عندنا ما نقولوا في الجمال ما عندنا ما نقولوا في الفن اللهم بارك. كاين كذلك هذا السلسله هذه السلسله ما شاء الله ممتازه ما شاء الله ها هو شوفوا معايا شوفوا 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 هذه الذهب المستعمل زينه وخزينه ما شاء الله 12 غرام و90 كتبقى الثمن ديالها 9100 درهم 910 ديال الاورو 910 ديال الاورو. هادو نجمعو دي هادو بارك علينا نجمعو هادو في المنظمات منظمات نعم السي هاكا الله 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 منظمة يعطيني الوزن ديالها وليدي منظمة ديال الذهب منظمة نعم ولدي اييه اشنا هي وليدي تشوفها انضم هي ان شاء الله هي صافي ان شاء الله اللهم بارك. هذه فيها ما شاء الله فيها العجب. شوفوا معايا بارطاجيو البنات بارطاجيو العيالات بارطاجيو صحابات الاختيار الراقي والرائع. اذا هذه ها هي هذه تحيه للاستاذه المباركه اللي كتبنا من فرنسا نقول لها هي تحية للحاجة فاطمة تحية لخديجة من فرنسا تبارك الله عليك تحية للناس ديال كاليفورنيا بعين الشوق تحية كذلك للناس ديال الشرفاء في محمدية هادو المسلمين على النظام ها هما النظام جبتو لكم الناس اللي كيوصلوا على النظام ها هما النظام بحاجة لحاجة شي حاجة ما دايراش شي حاجة نادرة شوفوا معايا الله 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 الله, 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 الله. هذه المضمة ما شاء الله فيها 567 غرام فاصلة 6 هذه 567 غرام 567 غرام ما شاء الله. شوفوا معايا راها طويلة وراها كبيرة وراها جميلة 567 غرام فاصلة 61 زينة وخزينة ما شاء الله. شوفوا معايا مضمة 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 بمعنى الكلمة مضمة بمعنى ما تحمل الكلمة. بارطاجيو البنات بارطاجيو المتابعات والمتابعين والمحبين والعاشقين للذهب العاشقات والشاغفات الشاغفات اللي كيشافوا في الذهب. شوفوا تبارك الله شوفوا معايا الجماليه ديال هذه المضمه هذه المضمه ما شاء الله اللي كتستحق التوقف عليها. الطول ديالها والوزن ديالها بالنسبه للطول ديالها والوزن ديالها 567.6 الطول ديالها فيها شحال فيها بالضبط اراضي على عبرها الطول ديالها باش من نقاو شكل كلشي يكون مضبوط كلشي يكون
اي تساؤل يكون هو هذاك هاك على هذاك. الله بالنسبه للضمه هذه كاينه هي تاع هي مزيان هذه 567.60 الثمن ديالها 567.60 الثمن ديالها كتبقى ما شاء الله اللي كتبقى ب 40,800,000 فرنك 440,800,000 فرنك هذه 40,800,000 فرنك اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل على سيدنا محمد 40,800 ديال الاورو 40,800 ديال الاورو. كاينه كذلك المنظمه هذه ها هي لمولاتي اللي بغات شي مضمع الثاني هذه فيها 190 غرام تحيه الشرفاء الدارسه ها هي 190 غرام جميله هذه 190 غرام 190 داك عندهم غير نقول هذاك هو ديالك 190 غرام فيها مترو فيها مترو عفوا عفوا هذه 190 غرام 190 غرام الثمن ديالها اللهم بارك هذه كتبقى 13,300,000 فرنك 13,300,000 فرنك فيها 190 غرام جميلة ما شاء الله 190 غرام 13,300,000 فرنك 13,300 ديال الأورو ألف وثلاثمية ديال الأورو ها هي الأولاتي ما شاء الله. شوفوا معايا الجمال ديالها الخدمه ديالها كي دايره الفن ديالها كيفاش داير ممتازه ما شاء الله. ها هي قديمه الذهب المستعمل عند سعيد مسافر مجوهرات المتوكل راه هي هذيك اللي كنا كندوي عليها هذه فيها متر هذه فيها 40,800,000 فرنك 40,160,000 ريال ولكن راها جوده ولكن راها اتقان وميزه صراحه. هذه ما شاء الله 40,800,000 فرنك ما شاء الله شي حاجه. تحيه للعاشقات وتحيه للمتبعات وتحيه للناس اللي كيبغيو هذا النوع هذا اللهم بارك اللهم بارك. اذا 40 مليون هنا ها هي الان منضمه بين ايديكم تبارك الله عليكم ها هي تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. انا هذه ما قدرتش نحطها كثرت ما هي ما شاء الله جميله جدا أكثر ما هي أنيقة رائعة ما شاء الله تبارك الرحمن. هكذا حيد هذه صحة مولاتها اللي يبارك لها الله تعالى. كاينة كذلك هذه هي 410 غرام 410 ها هي 410 ديال الغرام 410 410 ها هي الثمن ديالها كتبقى 28,500,000 فرنك 28,500,000 فرنك ها هي ها هي 28,500 أورو اللهم بارك. تحية للجميع تحية للحباب ديالنا. إذا هذه تحية ها هي ضمة غاية تحية زوينة ممتازة تبارك الرحمن بسم الله. إذا بغيت شي حاجة تواصل معنا دائما عبر الهاتف ديالنا 07 75 04 66 32 كذلك هذه الضمة هذه كذلك هذه الضمة هذه كاينه هذه قديمة ما شاء الله الوزن ديالها 251.50 شوفوا معايا ها هي الضمة زوينة حتى هي 251.50 الثمن ديالها كتبقى 18,020,000 ريال 18,100 ديال الأورو شوفوا معايا القديمة هذه قديمة الناس اللي كيبغيو حاجة قديمة 18,100,000 فرنك إذا الذهب ديما زينة وخزينة ديما يعني الناس كيلتجؤوا المرأة الحرة تلتجأ إلى الذهب كونه زينة وكونه خزينة هاكاك ما شاء الله. ها هي شوف 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 ما شاء الله هذه 18,100,000 فرنك عند مجوهرات المتوكل عند سعيد مسافر يتواصلوا معنا دائما والف مرحبا عندنا يا مرحبا. كاين كذلك المنظمة هذه منظمة جميلة تحية ها هي شوفوا معايا منظمة ما شاء الله
تحية الأستاذ سي عبد اللطيف، شوفوا معايا ها هو هذه المرة تاني كذلك. الوزن ديالها، الوزن ديالها هو هذا، الوزن ديالها هو هذا ما شاء الله. الوزن ديالها فيها 200 غرام 280، ها هي 280. تبقى الثمن ديالها 19 مليون و 600 الف فرنك، 19600 ديال الاورو، 19600 ديال الاورو. ولكن راه مضمه، راه حزام، راه فن، راه قديمه، راه ما شاء الله. هذه حتى هي كذلك كتعبر على راسها، كتعبر على الاصاله، كتعبر على الجوده ديال المغربيه الاصيله ما شاء الله. 19 مليون و 600 فرنك، هي 19600 ديال الاورو. شوف الحجر كيفاش، الحجر الاصيل، شوف الخدمه الانيقه ما شاء الله. شوف الناس الاولين ما خلاو الاخرين صراحه ما يزيدوا. انا شوف لكم الضمه الاخرى، الضمه الاخرى هي اللي كاينه هي 12، هذيك اللي حدا دوزت، هذيك اللي بنا، هذيك دوزت اللي بنا، ما نضمش لا اللي بنا ما دازش. إن اليوم كان معكم جوارات المتوكي سعيد المصابين، نتمنى اليوم إعجاب يكون اللايف ديالكم، إعجابنا لهذا اللايف ديالكم. هذا 206، كاين هذه 206 حتى هي ما دوزتهاش، 206. إذا الذهب اليوم في ارتفاع، واللي كيبقى يتسنى راه غادي يبقى يتسنى، والذهب راه كيتزاد، الذهب راه ما كيتشاور. 206.3، 206.3، الثمن ديال هذه كيبقى 14 مليون 14000 أورو. حياكم الله، بارك الله فيكم، يسر الله عمركم. يلا شوف هذه 14 مليون عند سعيد المسافر، عند مجوهرات المتوكل. هذا فقط عنده هذه الميزات، فقط عنده هذه الانواع الجميله تبارك الله عليكم. اذا هذه المنظمات اليوم دوزنا لكم، كرافاجات دوزنا لكم، كرافاجات ديال بلحيه، رويالات كذلك دوزنا لكم، الايبيات، تعالق، المصاحف، بقى لنا ما دوزت لكم اللويز، اللويز ها هو اللويز، ايه باقي اللويز ما دوزتوش. لغات اللويز ها هو كاين اللويز، حلقة ديال اللويز تا هما كاينين، حلقة ديال اللويز كاينين، اللي بغى اللويز كا هو تا هو راه كاين اللويز. مالك بانكم تواصلوا معنا، اللويز موجود، ها هو اللويز عندنا ما شاء الله. اللي بغى شحال ديال اللويز كيدير 4900 درهم، 490 اورو، 490 ديال اورو، 490 ديال الاورو تبارك الله ما شاء الله. 490 اورو، وهذه كدير 10000، ها هما 10500 درهم، مليون و10000 ريال، مليون و10000 في حلقه ديال التاس. هادو تبارك الله كيبقاو 4900 ديال الدرهم، التاس ديال 10 كيبقاو 4900 ديال الدرهم، حيت اش كتشوفوا كتردد، لانه كتزاد كل مره كيزاد الذهب ما شاء الله. كاين هاد الحلقات زوينين حتى هما، حلقات نقيين ما شاء الله. بانوا لي دابا وقيلا بيوم غنختم، لان اليوم اللايف ديال اليوم كان طويل، كان فيه متشاف، داكشي معتبر اللي غيستافد راه يستافد، راه استافد، اللي فاتكم شي حاجه راه يستافد، واللي ما كتبش الله هاد المره مره اخرى ان شاء الله تعالى. هاد الحلقات فيهم 90 غرام كيبقاو 6500 ديال الدرهم، 650 اورو ما شاء الله. شوفوا معايا كيفاش دايرين، زينه وخزينه ولا لا؟ يلا تبارك الله عليكم. بالنسبه للراد كود وزناه 6500 درهم، هاد الصغيورين هادو 6500 درهم، ها شوفوا هاد الصغيورين فيهم 90 غرام، ولكن راهم جميلين. شوفوا السداده كي دايره، كتبان لكم السداده مزيان، الصوره كتبان. ها انتم شوفوا من قدام ومن الجهه الاخرى، اللهم بارك. اذا كاين كذلك هاد السلسله ديال الاي بي مع هاد التعليقه، بارك خالد، بارك فانا، بارك علينا. اليوم بالنسبه لهاد الزياده راه كاينين، على كل حال راهينا تبعنا، ما غاديش نمشيو لديورنا، لكن بارك علينا. اليوم اللايف ديال اليوم تبارك الله كان طويل وكان انيق وكان فيه فائده بزاف تبارك الله. اذا هاد السلسله هادي وبها غنختم ان شاء الله. باقي مازال البراسليات هما، باقي هاد الديك ديال الاشكال هادو، ولكن الوقت ما كيسمحش لنا باش ندوزو كلشي، نخلوه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهاد السلسلة هادي، هاهي الوزن ديالها، الوزن ديالها هو 18 غرام و40،
الثمن ديالها كتبقى 13200 درهم، مليون و 64000 ريال، مليون و 64000 ريال. عبد الرحيم اش معنى هذا؟ اذا موجب مبارك المتوكل كان معكم سعيد المصيفي اليوم قلب قصيره المجرى الشرعي في دار المدينه 86. الهاتف ديالنا 0775046232، او الهاتف ديالي اللي هو 06 78 91 34 27. واللي بغي يتواصل مع اخوكم دائما مباشره 06 61 93 98. حياكم الله وبارك الله فيكم، نتمنى ان نلقاكم ان شاء الله في فرصه قادمه بحول الله تبارك وتعالى. دمتم في رعايه الله.